بعض العادات السيئة، لأنه أصبح يبارز الله بالمعصية ولا يبالي لا بنظر الله ولا بسمع الله ولا بالملائكة الكتبة. أهم شيء أن يلبوا رغبات أنفسهم وشهوات أنفسهم. فكم من مريض يدعو عليهم، وكم من حبلى، وكم من مرضع، وكم من صاحب أعمال يريد أن ينام ليصبح على عمله، كل هؤلاء يدعون عليهم. وكم من عابد لله عز وجل يتلو كتاب الله، أزعجوه وهو يقرأ القرآن، أزعجوه وهو قائم في الصلاة، أزعجوه راكعا، أزعجوه ساجدا، وصلت أصوات الغناء إلى بيوت الله، اختلطت مع أذان المؤذنين وقراءة الأئمة، فأي معصية هذه؟ تساهل الناس بها وليس عندهم حجة، إلا أنهم اعتادوها في الأعراس، لا عندهم حجة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس، ما هكذا الزواج؟ خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 24 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنتحدث في هذا المقام المبارك عن بعض العادات السيئة، والعادات منها ما هو سيء، ومنها مما أباح الله. والمراد أن العادات التي سنذكرها
أنها مخالفة لشرع الله. وإذا احتج أحد على فاعليها بآية قرآنية أو حديث نبوي رد عليه بأن هذه أمورا فرضتها العادة ولا نستطيع تركها لأنها مما اعتدناه وتوارثناه أو كثر الفاعلون له واستحال تركه أو استصعبه. فلا يحتج بآية أو حديث، وإنما يحتج بالعادات والتقاليد. فمن ذلك الهجر، وهي الذبيحة التي تساق لمن له حق عند خصمه، ويستجلب رضاه، ويطلب منه العفو أو التخفيف أو الصلح ونحو ذلك. وهذا حكم بغير ما أنزل الله، فالله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والاستدلال بهذه الآيات على التفصيل المعروف في معتقد أهل السنة والجماعة، فالقاتل مثلا الحكم فيه إما بالقتل قصاصا، وإما بالعفو إلى الدية، وإما بالعفو حتى عن الدية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا الأول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني إلى الدية، وقد يتنازل عن الدية أيضا. فعلى هذا فيكون الحكم بسوق ذبيحة إلى أولياء المقتول يعتبر حكما بغير ما أنزل الله، سواء ذبحت أم قبلوها وأرجعوها، أم قبلوها وأحالوها إلى جهة أخرى. فقد يقول ولي الدم مقبول ومرجوع لإصلاح مدرسة مثلا أو نحو ذلك، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، لأنه ليس بقصاص ولا دية ولا عفو بغير قصاص، أعني بغير قصاص ولا دية، فخرج عن أحكام الشرع. وإنما الحكم فيه بما يسمونه عادات وتقاليد. يا معشر المسلمين، يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. يقول: كما أنك لا تصلي إلا لربك فلا تنحر إلا لربك.
فصل له وانحر. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والمراد بالنسك هنا الذبح، فهو لله لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ويزداد هذا وضوحا أن في نفوس أولياء الحق من دم أو غيره، في نفوسهم وقلوبهم من الكبرياء شيء عظيم، وذلك أنهم يريدون أن يراق الدم في ساحتهم ابتغاء مرضاتهم، ولهذا كان ذبحا شركيا، لأنه يذبح ابتغاء مرضات فلان ليس ابتغاء مرضات الله. ولو سقت له من الناس ما سقت، وأتيت بوجوه عشيرتك، ما أسقط عنك وصول الذبيحة. ولو قلت له أزيدك بدل الذبيحة الشيخ فلانا، يقول لا، وجه الثور ولا وجه الشيخ فلان، كبرياء وغطرسة. أصبحت وجوه البقر أكرم عنده من أعيان الناس ومشايخ القبائل، فلهذا ظهرت الكبرياء. واتضح لماذا حكم عليها بأنها ذبيحة لغير الله. ولهذا يجب على مشايخ القبائل وأعيان الناس ألا يحكموا بالذبائح. وشيخ القبيلة إذا أصر أولياء الحق على ذبيحة ينسحب وينصرف. وأنت يا من عليك الحق وطلب منك الذبيحة أرفض ولو أدى إلى سجنك وتغريمك، فكل ذلك أهون من أن تشرك بالله جل وعلا. هذه عادة من العادات السيئة المنتشرة في أوساط الناس. والعادات التي سنذكرها ليست في موضوع واحد، بل هي مختلفة المواضيع، المهم أنه يجمعها تحكيم العادات في أوساط الناس. من ذلك في الزواج دبلة الخطوبة، وهي عادة انتقلت إلى المسلمين من بلاد النصارى، وذلك أنه إذا خطب الرجل امرأة يعقدون لذلك اجتماعا، وربما كبره بعضهم إلى حفلة، وزغردت النساء وضربت الدفوف وغير ذلك ساعة تلبيسه إياها. الدبلة وتلبيسها إياه، والتقطت لهم الصور على اختلاف اندماج الناس مع هذه العادة السيئة. وعلى حسب مقدار التقليد لأعداء الله، حيث ما يرونه في المسلسلات والأفلام الآتية من قبل الكافرين. هل ألبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة دبلة الخطوبة؟ وهل ألبس خديجة دبلة الخطوبة؟ أو إحدى نسائه هل ألبسهن دبلة الخطوبة؟ وهل ألبس علي بن أبي طالب فاطمة دبلة الخطوبة؟
كل هذا ما كان، ولا عرفه الأنبياء ولا الصحابة ولا من بعدهم. فلهذا فليسأل المبتلون أنفسهم بمن اقتدوا، من هم قدوتهم ومن هم أسوتهم في هذه البدعة الشنيعة. إن قدوتهم النصارى أولا ثم بقية الكافرين ثانيا. وقد ذكر العلماء أن هذه بدعة نصرانية، وذلك أنهم إذا ذهبوا إلى العاقد ليعقد بين الزوجين أدمج قضية التثليث في قضية العقد، وهي قضية أن الله الأب وعيسى الابن وروح القدس الثالث جبريل، فيبدأ من عند الإصبع الإبهام فيقول الأب، ثم الثانية السبابة فيقول الابن، ثم يأتي بالوسطى ويعطفها ويقول روح القدس، ثم يدخل الدبلة في الخنصر في البنصر، يدخلها في الإصبع التي تليها. فلهذا هي مستوردة من قبل النصارى. فامتنع أيها الخاطب، وامتنعي أيتها المخطوبة، ولو أدى إلى تعطيل الزواج، فزواج يبدأ بمعصية الله ويبدأ بتقليد الكافرين زواج لا خير فيه، ويخشى من نزع البركة ومن نزول العقوبات. ومن العادات السيئة، وهي في الأعراس أيضا، أنه عندما يوصل بالزوجة إلى بيت زوجها يجعل لهم كرسي يتسع الاثنين، ويقعد الزوج والزوجة أمام النساء في مجلس النساء، يجلس مع زوجته، وتلتقط لهم الصور وهم كذلك، والنساء الموجودات من المحارم وغير المحارم. من الذي أباح هذا؟ وبأي دليل كان هذا؟ هذا من أشنع المنكرات، هذا فيه فتنة للنساء الموجودات، وهن ينظرن إلى الزوج في زينة العرس وهو جالس مع زوجته أمامهن، وهن ينظرن إليه وهو ينظر إلى النساء واحدة واحدة. الشريفة منهم إذا تلثمت، وبعضهن كاشفات لوجوههن، وقليل المغطيات لوجوههن، وكل ذلك حرام، لا يجوز لها الجلوس، سواء غطت وجهها أو كشفت بعضه أو كله، فهذا منكر، هذا منكر. يا أيها الأزواج، كيف أذنتم لزوجاتكم أن يحضرن هذا المنكر وأن ينظرن إلى فلان وهو مع زوجته؟ هل يحل لزوجتك أن تنظر إلى فلان؟ هل يحل لأمك أو أختك أن تنظر إلى فلان؟ هل يحل لابنتك أن تنظر إلى فلان؟ هذا منكر، وهذه عادات لا تزال معمولا بها إلى الآن، بل بلغنا عن بعض الشباب أنه
ضم زوجته إلى صدره أمام النساء، وبعضهم ربما قبلها أمام النساء، فهذا من المنكرات. والحجة فيها أنها عادة سار الناس عليها. العادات تقضي على شرع الله؟ العادات تخضع شرع الله؟ يجب أن تخضع العادات لشرع الله، فيقبل منها ما كان مأذونا به، ويرد منها ما كان باطلا. يا أيها الناس، كم من عاقل في وسط أسرة فيها عرس يكون ذليلا، لا يستطيع أن يقول الحق، يتحكم في الأعراس العصاة والجاهلون، يتحكم في الأعراس العصاة والجاهلون. فمن وجد من الرجال أو النساء عنده عقل أذلوه ولا يقبلون منه أي كلمة، سيذلهم الله، لأنهم عصوا الله. ويصبح ذلك العاقل أو تلك العاقلة عسى أن يقدر أن يسحب نفسه وينصرف. نسأل الله السلامة. يا معشر الناس، العرس نقمة فلا يقبل، العرس نعمة فلا يقبل، لا يقلب إلى نقمة. العرس آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مراسم العرس تسير بدين وعقل. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، فمن العادات السيئة التي لا حجة لأهلها إلا أنها عادات، الغنى في الأعراس. والله عز وجل حرم الغنى مطلقا، سواء في الأعراس أو في غيرها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. قال ابن مسعود: والله إن لهو الحديث هو الغنى. فهددهم الله بالعذاب المهين وبالعذاب الأليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمراد بالمعازف آلات اللهو التي تعزف للمغنين. ويستحلون دل على أنها في الحرمة، أخرجوها إلى الحل، فاستحلوا الغنى واستحلوا المعازف
وهي محرمة في شرع الله. وسئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن الغنى فقال: إنما يفعله الفساق عندنا، أي ليس من شأن العلماء ولا من شأن العباد ولا الصالحين، ولكنه من شأن الفساق. أيها الناس، بدأ الناس في الغنى أن يأتوا بمسجل ثم كبروه إلى مسجل له سماعات يؤخذ للأعراس خاصة، ثم كبروه إلى مكبرات صوت يزعجون به من حولهم، ثم كبروه إلى أن سار مدة أسبوع بكامله، ثم كبروه إلى استدعاء المغنين والمغنيات وإلى استئجارهم بالمبالغ الباهظة، سواء في صلاة الأعراس أو في غيرها، وتوضع المكبرات على البيوت يزعجون بها الناس ويؤذون بها من لا يريد أن يسمع. فلم يقتصر عصيانهم على أنفسهم، بل مدوا شرهم إلى غيرهم، فصاروا مجاهرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني أنه انتزعت منه العافية، بل هو معرض للمعصية والذنب والعقوبة، لأنه أصبح يبارز الله بالمعصية ولا يبالي لا بنظر الله ولا بسمع الله ولا بالملائكة الكتبة. أهم شيء أن يلبوا رغبات أنفسهم وشهوات أنفسهم. فكم من مريض يدعو عليهم، وكم من حبلى، وكم من مرضع، وكم من صاحب أعمال يريد أن ينام ليصبح على عمله، كل هؤلاء يدعون عليهم. وكم من عابد لله عز وجل يتلو كتاب الله، أزعجوه وهو يقرأ القرآن، أزعجوه وهو قائم في الصلاة، أزعجوه راكعا، أزعجوه ساجدا، وصلت أصوات الغناء إلى بيوت الله، اختلطت مع أذان المؤذنين وقراءة الأئمة، فأي معصية هذه؟ تساهل الناس بها وليس عندهم حجة إلا أنهم اعتادوها في الأعراس، لا عندهم حجة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس، ما هكذا الزواج؟ الزواج ليس هكذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أولم ولو بشاه. هذا هو العرس، وليمة يحضرها الناس، ومن تغدى مشى إلى منزله، أو عشى، ومن تعشى مشى إلى منزله، وانتهت مراسيم الزواج، وبقي الأهل مهتمون بابنهم في تجهيز بعض أمره، ويجلسون معه يسرون به ويفرحون. أما هذه العادات فليست من شأن الأعراس شرعا، ولا هي موجودة
نبئوني بعلم إن كنتم صادقون إن كنتم صادقين. هاتوا كتب السلف وأرونا أعراسا يظلون بهذه الطريقة أياما وهم ما بين مغن إلى مغنية وما بين دف إلى غيره. أين هذا؟ إنما هي وليمة وكفى. والنساء يحضرن يضربن بالدف ويغنين بعض الوقت وينصرف كل لشأنه. ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ فقد أخذت الأعراس منحى غير شرعي، أخذت منحى غير شرعي، أخذت طريقا ليس خاضعا لدين الإسلام. هذه الأعراس ليست على الشريعة الإسلامية، فليعد النظر من أراد عرسه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفق أيها الغافل، دع الكبرياء واخضع لشرع الله. يا أيها المرأة دع الكبرياء واخضع لشرع الله، فربما تحكمت امرأة طائشة في عرس بكامله وفرضت عليهم سماع الغنى، وربما جاء رجل طائش وتحكم في الجميع ومشى العرس على ما يهوى بمخالفات لشرع الله. وهكذا ربما ترى موكب السيارات والمصفقين والمصفرين والراقصين على السيارات، هذا جنون، والجنون فنون. هؤلاء عندهم شعبة من الجنون، ما عرفوا الأعراس كيف تكون في شرع الله. فلتكن أعراسنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض العادات، والعادات السيئة كثيرة، وإنما كانت هذه لفتة إلى بعضها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، واجعل كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤون حياتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون والحمد لله. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، القائم على دار الحديث بمفرق حبيش، حرسها الله، اليمن إبن.